هذا وقد عقد حزب مستقبل الوطن مؤتمرا جماهيريا تحت سفح الأهرامات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. شهد المؤتمر حضور عدد كبير من أعضاء الحزب بالإضافة لمشاركة جماهيرية كبيرة من جميع أطياف المجتمع. سعيد بمشايخنا وأقباطنا الموجودين والإعلاميين اللي حضروا النهارده والقيادات اللي موجوده اللي جايه فعلا بحب لدعم سيادة الرئيس اللي يستحق مننا كلنا فعلا هذا الدعم، لأن هذا الرئيس اللي نقلنا المرحله كنا كلنا بنحلم بيها تماما وكنا بنتمنى فعلا نشوف مصر بشكل وجمهورية جديدة. بداية بس اسمحوا لي اللي أنا أتوجه برسالتين من الشكر. الرسالة الأولى للإعلام المصري وللسادة الإعلاميين، شكر خاص من حزب مستقبل الوطن لحضراتكم، لأن بصراحة أنتم ما سبتوناش ولا لحظة. تغطية كاملة لجميع الفعاليات، حيادية في نقل الصورة الحقيقية للمواطن المصري، سواء في حملة السيد المرشح عبد الفتاح السيسي او في باقي الحملات اللي موجوده لباقي الساده المرشحين. الشكر الثاني شكر مني لكافه قيادات حزب مستقبل الوطن، سعدت جدا بوجودي وسط حضراتكم وسعدت جدا بالعمل وسط قيادات وقامات موجوده بدءا من الامانه المركزيه وصولا لكل قياداتنا في المحافظات. لابد أن نتواجد بهذه القوة أمام صناديق الانتخابات لنعلن للعالم أجمع أن شعب مصر صفا واحدا خلف قيادته المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.